المشروع اللي احنا بصدده النهارده هو مشروع تمكين الشباب للمشاركه الفعاله في المحليات والعمل العام. مبادره مستقبلنا بايدينا، واهميه وجود الشباب وانهم يشاركوا بايجابيه في المجتمع ويعرفوا قانون الاداره المحليه وازاي انهم يتواصلوا مع 5/2016 و6/2016 على ان احنا نقبل الشباب اللي هم عايزين يشاركوا في هذا المشروع. كان اجمالي المتقدمين 639 شاب من خلال المقابلات الشخصيه، وصلنا ل 400 شاب وفتاه اللي هم احنا بصدد تدريبهم الان. هتنتهي يوم 22/9. الورش في 6 ورش في الغردقه، وفي 3 ورش في القصير، وفي ورشتين في شلاتين، وفي ورشتين في سفاجه، وفي ورشه في راس غارب، وفي ورشه في حلايب. اساس اي مجتمع، وبنتمنى باذن الله لجميع التوفيق. ما بين وزاره التضامن الاجتماعي ووزاره التنميه المحليه ووزاره الشباب والرياضه، الوزارات الشريكه على مستوى الجمهوريه في 27 محافظه، بتنفذوا على مستوى الجمهوريه 82 جمعيه، المستهدف 40,000 شاب من خلال 1600 ورشه. من بدايه المشروع في نهايه عام 2014 كان الاعلان على المشروع. في البدايه تقدم المدربين حوالي 18 شاب من ابناء البحر الاحمر، وتقدمت 5 جمعيات اهليه. تم الوصول بعدد الشباب لعدد 3 مدربين دراسه خيريه لتنفيذ المشروع. بعد كده دخلنا في المرحله الثانيه اللي هي مرحله التدريب. في 2015 كان التدريب الشباب والجمعيات والجهات التنفيذيه الشريكه.